السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم في مطبخ وصفتي. وصفتنا اليوم ان شاء الله غتكون عباره عن تحليه بالموز يعني البنان. خليكم مع الوصفه وكيفيه التحضير. قبل ما ندوزوا الوصفه كالعاده ما نساوش الصلاه والسلام على الحبيب، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، نكثر من الادعيه والاستغفار. دابا خليكم مع الوصفه وكيفيه التحضير. بسم الله. اول حاجه باش نحضروا التحليه غنحتاجوا جوج حبات ديال الموز ولا البنان، من الافضل نخطروا داك النوع اللي كيكون طايب، يعني كيكون كحال على هذا الشكل، كيكون هكايا مركز كثر وفي نفس الوقت كيكون المذاق ديالو يعني حلو. بالنسبه للقالب نجهزوه من قبل، يعني من الافضل نجهزوه من قبل ونحطوه قدامنا، لان التحليه اللي غنحضروها يعني خصنا نكونوا سرع فيها، لهذا من الافضل نجهزوا القالب مسبقا. بسم الله. هنايا من بعد ما حضرت القالب كما كتلاحظوا معايا يعني كنجهزوه مسبقا، خليوه قدامنا. دابا غندوز لتحضير الخليط. غنحتاج لتر ديال الحليب، اربع ملاعق سكر، اربع ملاعق ديال الطحين ولا الدقيق الابيض ولا فرينه، ودائما بالنسبه للمعلقه فهي معلقه كبيره وتكون مملوءه بشكل جيد. معلقه كبيره ديال الكاكاو مور ولا 14 غرام. بالنسبه للكاكاو من الافضل ديروا كاكاو كامل نوعيه جيده باش هكايا التحليه يجي يكون المذاق ديالها بنين، يعني كيكون فيها النسبه ديال الكاكاو ماشي بحال الكاكاو اللي كيكون حلو. نص معلقه كبيره ديال القهوه السريعه الذوبان ولا نسكافي، جوج ديال العلاب ولا جوج ديال الاضريفه ديال الفلو ولا البودينغ اللي كيتخلط مع نسيطو ديال الحليب. كما كتلاحظوا هنايا انا عندي واحد ديال الكراميل وواحد ديال الشوكولا، لاني ما توفرش عليهم بجوج ديال الشكلاط، لهذا غنضيف يعني واحد ديال الكراميل وواحد ديال الشوكولا. وبالنسبه للفلو اللي غنستخدم يعني بدون سكر، الا درتو الفلو اللي فيه السكر حاولوا هكا ما ديروش كميه ديال السكر كثيره، يعني نقدم شي شويه. وغادير هذا ديال الكراميل، يمكنكم ديروا ديال الشوكولا كذلك ديال الكراميل، لان حتى الكراميل يعني ملي كنديروها بالنسبه ديال الكاكاو حتى هو كيجي اللون ديالو غامق. بسم الله. ونخلط هاد العناصر جيدا ومن بعد غنصفيهم. بالنسبه للخليط يعني من الضروري نصفيوه باش هكا كنخلصو من داك الكوبيبات ديال الطحين اللي كيبقاو كذلك ديال الكاكاو. بسم الله. هاد الحبيبات اللي كيبقاو كنهبطو كاين نصفات وكنفكوهم، وهذا هو الخليط من بعد ما صفيتو. دابا غنوضع الكسرونه ولا الإناء على النار مع الإستمرار في التحليل. بسم الله. هنايا غنوضع الخليط على النار كما كتلاحظو معايا، كنحركو غا كنوضعو على النار هكا باش نتاكد بلي الدقيق ما يهبطليش للصال، يعني اذا ليه تكتلات يعني من الافضل نحركوه وعاد نوضعوه هكايا على النار ونستمر في التحريك. يعني ملي كنديرو الخليط على النار كنستمر في التحريك، ما كنوقفوش يدنا نهائيا، حيت الا وقفنا يدنا هكايا غير 10 ديال الثواني غيتكتل لنا الخليط وغيهبط لنا للصال. المهم هكا كنستمر، وخا العمليه شويه متعبه ولكن من الضروري خصكم تصبروا شي شويه، لان اهم حاجه في نجاح هذه الوصفه هي الاستمرار في التحريك. هكا باش غتضمنوا بان الوصفه ديالكم غتكون وصفه ناجحه ان شاء الله. اما بالنسبه للشعله خاصها تكون شعله شويه مخفضه باش هكايا الخليط كيطيب على خاطرو وما كيتخطفش، يعني كياخذ حقه في الطياب ومع الاستمرار في التحريك طبعا. وبالنسبه للتحريك ملي نكونو كنحركو يعني ما كنخليوش اليد ديالنا غير في الوسط، كنحركو يعني في الاناء كامل من الوسط وكذلك من الجوانب، يعني بحال هذا الشكل. يعني كما ذكرت لكم بالنسبه لهاد التحليه خصوصا اللي كيكونوا بالدقيق، يعني من الضروري تستمروا في التحريك ويكون هكايا التحريك في الجوانب كاملين بهذا الشكل حتى غيتماسك معكم الخليط، ما توقفوش اليد ديالكم نهائيا عن التحريك. كما كتلاحظوا معايا الخليط هنايا بدا كيتماسك على هذا الشكل، يعني ماشي مازال الخليط سائل. دابا غنضيف له 8 ديال القطع ديال الشوكولا ولا 60 غرام ونستمر في التحريك. كما كتلاحظوا معايا هنايا الخليط بدا كيتماسك وانا مازال ما وقفتش عن التحريك، يعني كنبقى مستمره في التحريك، كنوقف اليد ديالي بحال هذا الشكل. كما كتلاحظوا كيبانوا فقاعات لهذا الشكل. دابا الخليط ديالي صباح جاهز غنطفي عليه. بسم الله. دابا مباشره غنوضع الخليط. بسم
بسم الله. هنايا ملي كنوضع الخليط كنحاول هكايا نهز الخليط ونخبطو شي شويه مع السطح ديال العمل بهالشكل هكايا باش كتساوي الطبقه، وفي نفس الوقت الكريمه كتدخل يعني مع الجوانب ديال الموز. من بعد ما وضع التحليه في القالب دابا نخليه على جناب يعني درجه الحراره ديال المطبخ تنخفض الحراره ديالها، ومن بعد ندخل الثلاجه. بالنسبه للمده يعني ما نخليهاش بزاف بالنسبه للطبقه الاولى، يعني كنخليوها هكايا غير نص ساعه، ومن بعد غندوزو نديرو الطبقه الثانيه. بسم الله. المايه كما كتلاحظوا بعد ما تنسك التحليه كما كتلاحظوا معايا فهي متماسكه، ومن الافضل ملي نجيو نديروها في الثلاجه نغطيوها بلاستيك ولا شي حاجه باش هكا ما كتشملناش الريحه ديال الثلاجه. هنايا عندي حبات ديال اوريو غنزين بها من هالشكل. دابا غنخلي القالب على جناب وغنحضر الطبقه الاخيره. عندي هنايا جوج كيسان ديال الماء يعني ماشي عامرين كما كتلاحظوا معايا، ملعقه ونص سكر، وعندي هنايا جوج ديال العلب ولا جوج ديال الاضريفه ديال الفلو بنكهه الكراميل. بالنسبه لهاد العلبه كل وحده كتخلط مع نص قطر ديال الحليب، وهنايا انا بغيت الفلو يعني يجيني فالي يعني بالنسبه للكميه ديال الماء ماشي هي الكميه ديال الحليب. ملي كنديروا الحليب كنديروا نص قطر، اما ملي كنبغيو هكايا تجينا كطبقه ونديروا الماء الافضل ديروا كاس مع عمر باش تجيكم هكايا الطبقه متماسكه. بالنسبه للطبقه الاخيره الا كان عندكم هكايا قالب صغير يعني ماشي قد القالب اللي درت انا، يمكن لكم ديروا غير نص الكميه يعني ديروا كاس ماشي عامر بالماء، وكذلك واحد الكيس ديال الفلو يعني البودينغ هكايا. ما كاش القالب واسع انا فقط هنايا درت جوج لان القالب اللي غندير فيه الطبقه الاخيره متساع كما كتلاحظوا معايا على هذا الشكل. دابا غنوضع كسرونه على نار مع الاستمرار في التحليل حتى يوصل هذا الخليط المرحله ديال الغليان هكايا بقى يدير فقاعات. هكا ملي كنوضع الخليط على النار كنحركو، يعني هو ما كيحتاجش التحريك هكا بحال الدقيق ولا النشا، ولكن كنحركوه هكايا يعني ضروري خصنا نحركوه ونراقبوه حتى يوصل المرحله ديال الغليان. كما كتلاحظوا معايا الخليط هنايا وصل المرحله ديال الغليان والشعله كتكون هكا منخفضه. دابا غنحسب الخليط جوج ديال الدقائق، هو هكايا كيدير الفقاعات، يعني من الضروري ملي كتحضروا هكايا الفلان من الافضل ملي يوصل هكايا المرحله ديال الغليان تخليوه جوج دقائق هكا باش كيطيب. المهم دابا غنخليه جوج ديال الدقائق وغنطفي عليه. كما كتلاحظوا معايا بالنسبه للقطع ديال الاوريو انا رجعت حليتهم وستتهم بهذا الشكل فهكا افضل، عطاونا كميه وغنرجع ونضيف الخليط. الافضل ديروا هكايا شي ملعقه. دابا غنحاول هكايا نساوي القالب لاني عندي سطح ديال العمل شويه مايل. بعد ما وضعت الطبقه الاخيره كما كتلاحظوا معايا دابا غنخلي القالب غير في درجه الحراره ديال المطبخ حتى نخفض الحراره ديالو، بعد ندخلو للثلاجه. بالنسبه للمده غنخليه من 3 سوايع حتى 4 سوايع باش هكا تتماسك معنا الطبقه بشكل جيد. نتلاقاو ان شاء الله مره ثانيه في الشكل النهائي. بسم الله. وهذه هي التحليه ديالنا بعد ما تماسكت كما كتلاحظوا، يعني كنغلفوها هكايا بالسلوفان ولا نديروا عليها شي حاجه باش هكا ما تشملناش الروائح ديال الثلاجه. بسم الله. دابا غنقطع معكم تشوفوا كي جا الشكل ديالو، كذلك القوام. بسم الله. كما كتلاحظوا معايا فهذا هو الشكل ديالها، كما كتلاحظوا معايا فهذا هو الشكل ديالها من الداخل. طبقه ديال البنان يعني ديال الموز كيجيو باينين، بالنسبه للطبقات كيجيو متماسكين كما لاحظتوا معايا بهذا الشكل. دابا غنوري لكم في الصحن، يعني ملي كنجيو نحيدوها كنحيدوها بسهوله. بسم الله. دابا غنوريكم القوام ديالها المرقه كما كتلاحظوا معايا متماسكه وهذا هو القوام ديالها. اما بالنسبه للمذاق فهو هائل، خصوصا ملي كتلقى المذاق ديال الكاكاو وكذلك ديال القهوه والموز يعني البنان فهما كيعطيو واحد المذاق رائع يعني كيجيو مساويه مع بعضياتهم. نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم هذه الوصفه وتجربوها، الحقيقه كتجي لذيذه وفعلا كتستحق التجربه. وهكا احبائي نكون وصلت لنهايه ديال الفيديو، نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم الوصفه ديال اليوم وتجربوها. إذا عجبكم الوصفة كما العادة لا تنسوا شاركوا الفيديو مع الأهل والأصدقاء. إذا كنتم جداد شاركوا في القناة، فعلوا جرس التنبيهات باش توصلوا دائما كل جديد. كذا بقليل نودعكم وأشكركم، ونتلاقاو إن شاء الله فيديو آخر فكرة ثانية. مع السلامة.